اهلا بحضراتكم من جديد. كلنا شفنا الايام اللي فاتت مشهد رائع جدا، اعتقد انه من المشاهد اللي هتفضل محفوره في ذاكرتنا كلنا، حتى ذاكره ابنائنا، هي الانتخابات الرئاسيه 2024. شفنا قد ايه المشاركه من الشعب المصري اللي نزل بكل طوائفه وفئاته على مدار 3 ايام اللي حددتهم الهيئه الوطنيه للانتخابات، في إقبال غير مسبوق وبمشاركة قوية جدا من الشباب. كنا كل انتخابات نتكلم دايما عن المرأة وتصدرها للمشهد، لكن المرة دي الشباب كان من كلمات السر في الانتخابات. هنتكلم بشكل تفصيلي أكتر عن الانتخابات اللي محتاجة رسالة شكر حقيقي للمواطن المصري مع نائبنا اللي مشرفنا في استوديو نقطة نظام، ست النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بحضرتك فندم. أهلا وسهلا، منور الدنيا. أهلا وسهلا بحضرتكم، وألف مبروك. ألف مليون مبروك. هذا العرس تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر فعلا يعني. أهلا بحضرتك، منور. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة الأيام اللي فاتت يمكن شفنا وعي كبير جدا من كل طبقات المجتمع، من الأطفال وإصرارهم على أنهم يشاركوا ويشوفوا العملية الانتخابية بتحصل إزاي، والوعي ده الحقيقة أنا شايفاه نتاج لسنين كتير جدا كنا بنحاول نبني فيها هذا الوعي، من كتر ما كان طول الوقت في مؤامرات بتحصل على كل شيء بيتم البناء عليه في مصر. لكن المشهد الانتخابي، مشهد سواء في المصريين في الخارج أو في الداخل، الحقيقة اعتقد ان الوعي كانت كلمة السر فيه، وشفنا ده بشكل كبير. ومؤخرا كمان الحوار الوطني انا شايفة انه كان سند كبير جدا حقيقي، ودعم كبير جدا للانتخابات الرئاسية 2024. ده حقيقي، سعادة الناس لا توصف. احنا سعداء بالمشهد بالمناسبة، يعني احنا كسياسيين او في تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، كان عندنا لجان رصد يعني متعاونين معانا ومتطوعين وصلوا لحوالي 20,000 متطوع على مستوى الجمهوريه. رائع. يعني اللي كان بيجي لنا من اتصالات منهم، سواء كان رصد العمليه الانتخابيه او كمان انطباعات المواطنين، الناس فرحانه، ويمكن ده قيمه ايجابيه كبيره جدا احنا كنا افتقدناها لفترات زمنيه طويله. ان الناس تبقى سعيده، الناس انضمت للمشهد الانتخابي، العرس الانتخابي، الناس حبت انها تنزل، الاطفال، الشباب، يعني احنا حتى مشاهد كمان الاطفال اللي بتبقى فرحانه ان هي تروح. دولت استاذ عمرو يعني بص طبعا يعني مدهشين الحقيقه. طبعا من اول ما قلنا نبقى في مقاطعه لا يعني انتوا فيما بعد هتلاقوا حزبه من الشباب. ده اللي احنا محتاجينه. ده اللي احنا محتاجينه. يعني عايز اقول لحضرتك برضو ايه، في الحقيقه انت قلت حاجه مهمه جدا، مساله الوعي. احنا نفسنا مش هنقول فوجئنا، لكن يعني حاله الزخم والمشاركه في الانتخابات كانت مفاجاه للجميع على كافه الاصعده. لانه بطبيعه الانتخابات احنا بيبقى اول يوم فيه زخم، في حشد، لان طبعا في احزاب وتيارات سياسيه مشاركه في الانتخابات، وده لازم نشكرهم برضو، لان احنا عندنا تعدديه على الارض طبعًا. واضح بشكل كبير طبعًا. يعني لكن في الاعراف وهنا لفرصه التعدديه السياسيه اللي فرضها الحوار الوطني وابرزها. صحيح، يعني احنا عندنا من 4 مرشحين عندنا 3 مرشحين رؤساء احزاب، منهم احزاب معارضه ومنهم حزب ويعتبر هو الكتله رقم 2 في البرلمان المصري، سواء النواب او الشيوخ. فبالتالي الحوار الوطني ايضا خلق حاله من يعني الثقه في العمليه الانتخابيه، فالجميع بيبدا مسار ديمقراطي جديد. بالمناسبه احنا في بدايه المسار الديمقراطي، يعني الناس اللي بتتكلم على مساله كام واحد خد كام اصوات او الاحزاب فين او الكلام ده كله، احنا بنقول ان التجربه دي تجربه في منتهى الاهميه طبعا. تجربه محترمه جدا، يعني الجميع سعيد بالتجربه، لانك انت بدات مسار ديمقراطي. اولا بتشوف شباب بيشاركوا في العمليه الانتخابيه. ايوه، وانا لازم احيي الهيئه الوطنيه للانتخابات، لانه الحصان الاسود في الانتخابات الرئاسيه هي لجان الوافدين. ده كان رقم في الحقيقه كان بيتم تصديره خارجيا، ان الناس دي عازفه عن الانتخابات. في حقيقه الامر هو مغترب، ملايين المصريين بعيد ملايين عن محافظته، مش قادر يصوت. احنا بنحسب انا اعتقد انه يعني من حوالي 10% من اللي نزلوا ينتخبوا هم في حقيقه الامر لجان الوافدين او المغتربين. ده كان رقم بيصدر دايما انه عازف، لانه ممتنع. واخد ممتنع او واخد موقف سلبي من العمليه، في حين ان الموضوع كان بسيط جدا، انه مش قادر يروح للمكان اللي بيصوت فيه لانه بعيد عنه،
ايضا الهيئه الوطنيه للانتخابات عملت حاجه مهمه جدا، ان هي ادت الاتاحه لاي مواطن دخل على قاعده البيانات على موقع الهيئه انه يغير الموطن الانتخابي عشان يقرب رائع لنفسه. فبالتالي انت لقيت فيه اقبال. طب الشباب التصويت يعني الالكتروني كمان لابد انه يدرس ويطبق. الاشراف القضائي طبعا على الانتخابات ده شيء كبير جدا جدا، وتحية تقدير واحترام لكل القضاة اللي كانوا بيقابلوا يعني الناس وكل اعضاء اللجنة الحقيقة بابتسامة كبيرة جدا، وانت داخل وانت خارج وذوق واحترام يعني متعهد جداً. لكن التصويت الالكتروني بيمنع ناس كتير برضو انها تشارك. اتفق مع حضرتك في حاجة، بس خصوصا المصريين في الخارج بعد المسافات. انا طبعا متفق مع حضرتك، بس هو في حاجة مهمة. الانتخابات الرئاسية في مصر لها طبيعة خاصة، وظروفنا السياسية دلوقتي والمحيطة بينا احنا بحاجة الى دعم شعبي. يعني انا بقول طبعا الانتخابات الرئاسية الحالية هي استفتاء على شعبية الرئيس القادم. صحيح. فاعتقد يعني انه مسألة استفتاء على وحدة الشعب بالضبط كده المصري كمان. بالضبط. وان تجرى بقى الانتخابات دي، تجرى الانتخابات في اطار منضبط، يعني السلبيات حتى كمان لا تذكر، يعني متعلقة مثلا بتأخير فتح بعض اللجان نتيجة تكدس، او انه حصل مثلا ظروف صحيه لاحد رؤساء اللجان. يعني حتى كمان المشهد نفسه مشهد احنا كان من المهم انه يخرج باكبر قدر ممكن من المثاليه. زينها الشباب، احنا لازم نتكلم عليهم. احنا هنا بقى عايزين نتكلم. هل بقى عمرو بيه تنسيقيه الشباب الاحزاب دي اثرت شويه على المشهد لما شفنا ان الدور المراه تراجع سنه المرأة قدام بس عشان دورها نبقى واضحين، الشباب جنب المرأة عشان بس الكلام يبقى واضح. انا وفي مرأة شباب عادي، يعني ممكن اجاوب اجابه تريح لك. هو يعني هو سيداتنا كلهم شباب. ايوه، لما احنا بنقول الشباب ده اهتمت بيها خلال الفتره اللي فاتت، على راسهم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة. صحيح. الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرات الشباب اللي كان سيادة الرئيس بيعقدها سواء المحلية أو العالمية والدولية، خلت المسافات قريبة. خلت الشباب عايز يشارك، خلت الشباب عايز يندمج في الحياة العامة والحياة السياسية، علت الانتماء. بالضبط. والوعي. احنا يمكن احنا في التنسيقية لفينا كل الجامعات والمعاهد، في لقاءاتنا مع الشباب بتحس انه هو عايز يشارك، بس اديله حد يتكلم بلغه قريبه من لغته او بلغته، انه يشوف نماذج هو حابب ان هو يشوفها تعبر عنه. يعني الفجوه الرئيسي ما هوش مهمش. الفجوه اللي كنا بنعاني منها ما بين تعاقب الاجيال قبل كده، الفجوه دي بتضيق دلوقتي. فساعدت على ايه؟ انه الشباب بقى ينزل. فما تقدرش النهارده تقول بقى زي ما كان القنوات المعادية أو اللي كانوا ضد الدولة قبل كده، إن الناس دي نازلة بوسائل مثلا معينة. يعني مين حينزل الشباب بوسائل؟ ما كانش في وجود للكلام ده السنة دي. حضرتك ما لاحظتش إنه ده كان أقل من أي مرحلة جداً قبل كده؟ لأنه المشهد شارح نفسه والمزايدة عليه صعبة جدا. عشان كده لما بنتابع بقى الإعلام الدولي والعالمي، يعني الحديث بقى في إطار إحنا نفسنا كمان سعداء بيه.